اوقات بنشارك ده كمان وله اهميته، لكن كمان فكره ان احنا بنبوح زي ما روحنا حاسه او زي ما روحنا عايزه، انه انا مش طول الوقت عندي حد انا اتكلم معاه. طيب ما نجرب الكتابه، اوقات مش بتبقى سهله او في البدايه بتبقى تقيله شويه، لكن اول ما بنبتدي فيها شويه بشويه بتبقى الموضوع الطف كتير وبيبقى اسهل كتير. وكمان احنا اوقات بنخاف من الاحكام، ان احنا نحكي حاجه فاللي قدامنا يحكم علينا. فلما بنكتب ده ما بنبقاش فيه اي خوف من فكره الاحكام نهائيا. تعافي. يعني انت هنا يا ساره بتقولي لنا انه اي حد يقدر يبدا يكتب الكتابه الذاتيه دي، اي حد. طب يبدا يعمل ايه؟ اولا الخطوات، هو هيحتاج ايه من الكتابه الذاتيه؟ يعني انا مثلا انا محطوطه تحت ضغط، عندي ضغط شغل مثلا، مودي مش حلو طول الوقت، حاسه ان انا مضغوط وعصبي مثلا في البيت طول الوقت، مفروض اتعافى ازاي بالكتابه؟ في اكتر من طريقه، انه انا يا اما بحدد وقت لنفسي 10 دقائق الصبح او 10 دقائق بالليل، او بحدد عدد صفحات انا المفروض اقعد اكتبهم. وزي اي عاده بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد مننا ان احنا بنلزم نفسنا بده، ولازم تتدرب. هو مش تدريب، هو مجرد ما بنمسك القلم او حتى بنمسك الموبايل وبنكتب فاحنا بنسيب نفسنا. التدريب بيبقى في مجموعه تدريبات مختلفه وفي مستويات مختلفه للكتابه الذاتيه، لكن احنا بنتكلم على ابسط حاجه خالص، اللي هو انا النهارده او في اللحظه دي حاسه ان انا مضغوطه او حاسه ان انا عقلي في مليون فكره ومحتاجه اهدي نفسي، اعمل ايه؟ انا ممكن امسك الموبايل ببساطه لانه هو بيبقى اقرب حاجه لينا، وابتدي اكتب انا حاسه بايه. هو شايف يا شباب الموبايل، ما هو برضو دلوقتي بقت زي الورقه. تكنولوجيا هو طبعا الورقه والقلم افضل، بس طبعًا. انا بتكلم على انا لو مضطره اقصد ان انا هستخدمه في القراءه او الكتابه يعني. فهو اللي بيبقى اسهل لينا يعني. فهي انا حاسه بايه دلوقتي، اكتب، ابتدي اشوف انا حاسه بايه. اوقات كتير كمان احنا مش بنبقى عارفين نسمي الحاله اللي احنا حاسين بيها، يعني انا ممكن اكون متضايقه فحاسه ان انا متضايقه وخلاص، طب انا غضبانه، حزينه، محبطه، حاسه بوحده، حاسه بملل. لما ابتدي اكتب ببتدي يبقى عندي وضوح للحاله اللي انا فيها، كل ما كان عندي وضوح للحاله اللي انا فيها كل ما قدرت اتعامل معاها، فمش بسيب نفسي ان انا انغمس في المشاعر والافكار الثقيله، انا بوقف ده بالكتابه وبيخليني حاضره تماما في ان انا ابتدي اراقب عقلي، اراقبه في اللحظه اللي انا فيها، وبالتالي ده بيكون مفيد. اثر الكتابه الذاتيه مع الوقت بتعمل ايه معانا؟ يعني ايه اثر الكتابه الذاتيه من اول مره انا ببتدي اكتب فيها؟ ممكن يكون ده تقيل شويه، خصوصا لو بكتب مشاعر او حاجات تقيله او رجعت افتكرت حاجه قديمه، فده ممكن يكون تقيل شويه، لكن اول ما بخلص بعدها ساعه مثلا بحس ان انا بقيت اهدى. ليه؟ لان احنا طول الوقت بنراكم وزي المغناطيس ماشيين بقى عمالين بنجمع الزحمه، الدوشه، ضغوط الشغل، الشارع، البيت، افكار من زمان، مخاوف من اللي جاي، فاحنا حوالينا زي الايه مغناطيس وحواليه حاجات كتير جدا. طيب الكتابه بتعمل ايه؟ بتشيل طبقات. انا لما اكتب انا حاسه ايه هتكتشفي، هكتشف، هعرف كمان اراقب نفسي، اشوف المشاعر دي اصلها ايه، جايه منين. ما هو مش ممكن يكون اللي حاصل ده من زمان، من اقدم من دلوقتي، فممكن يكون يفتح معايا في حكايات قديمه، فابتدي اعيد بنى القصه بتاعتي اصلا من اول. عايز اسالك سؤال عن التعافي. التعافي بالكتابه ولا بالقراءه؟ حلو. التعافي بالكتابه وبالقراءه وبالتامل، ان انا اعرف التعافي بالصدقه او بقراءه القران، وبالصلاه وبالدعاء وبالتامل، يعني كل حد في طرق كتير جدا للتعافي. المهم ان احنا نبتدي نفهم جوانا ده جوه في ايه. احنا كاننا عارف جردل الرمل بتاع البحر بتاع الولاد الصغيرين دول، بيقعدوا يملوا رمل وبعدين ميه ويقسموا طبقات طبقات، فبقاش في اي مساحه لحاجه جديده. احنا كمان كده طول الوقت بنجمع حاجات ومش قادرين نستقبل اي حاجه جديده، لا قادرين نستقبل حب، ولا قادرين نستقبل اللحظات الحلوه اللي بنعيشها، ولا منتبهين. طب الانسان يفرغ الكلام ده ازاي؟ بالكتاب. يفرغ بقى، يبتدي يطلع الطبقات دي، فكل طبقه بنطلعها بنقدر ندخل حاجه جديده. جربت يا شيف حاجه زي كده، ان انت تكتب حاجه او تطلع مشاعرك على الورق؟ لا عمرك ما جربتش. لا طب ما تجرب النهارده. انا هجرب عشان كده بسمع بقول لك التعافي.